عندكم في الافراح دايما حاج، ربنا يخليك نورتنا يا حاج في الافراح دايما يا رب. اتفضلوا يا حبيبي. احنا من اولها بقى كده لازم نحط الملح على الطبيخ علشان كل واحده تعرف حدودها وما تتعداش على ضرتها. ما هي اصل مركب الضراير دي عارزه قبطان قراره من دماغه. لا يا اخويا، وانت سيد القباطين. انت سيد الرجال. الله يخليكوا يا حبايبي، والجدول معاكم اهو عشان كل واحده ما تتعداش على حدود التانيه. كل حاجه باينه باليوم وبالساعه. ستة جوايز، حد اجازه، اتنين جوايز، تلات اجازة، اربعة جوايز. ايه ده؟ ايه كل الاجازات دي؟ انا اسمع ان الراجل اللي متجوز اتنين بياخد اجازه يوم الجمعه بس. لا، ما انا راجل ربنا مديني الصحه ولازم احافظ عليها. الاستخدام الخفيف للصحه بيطول عمر البني ادم. ابتديناها بقى. ايه، مش عاجبكم ولا ايه؟ لا عاجبنا. طب يلا بينا ناخد واحده سيلفي بقى كده عشان ايه، نكدي العزل. ظبط يا جميل وتعالج كده. ايوه هو ده، الله. واحده بقى مع الجدول. كده تعالى يا جميل، الجدول باين.